هل تعلم إن ثانية واحدة خطأ في ساعة القمر الصناعي كان الجي بي اس مش هيغلط في متر ولا مترين ولا 3 متر وهو بيحدد موقعك؟ ده كان هيجيب إن مكانك مش موجود على الأرض أساساً وإن مكانك موجود على القمر. بدون معادلات النسبية كان من المستحيل إن الجي بي اس يشتغل أو إنه يقدر يحدد موقعك. عايز تعرف إزاي؟ هقولك بس بعد الفاصل. السلام عليكم. عرفنا في الحلقات اللي فاتت ان هيرمان مينكويسكي مدرس الفيزياء بتاع ألبرت أينشتاين قدر يشرح له ببساطة فكرة نسيج الزمكان ويعرفه ليه الشخص اللي بيتحرك زمنه بيختلف عن زمن الشخص الثابت، لكن ألبرت أينشتاين كان طماع وكان محتاج معادلة يدخل فيها السرعة بشكل مباشر يطلع منها بالفرق ما بين زمن الشخص اللي بيتحرك وزمن الشخص الثابت، وده اللي ملاقهوش عند هيرمان مينكويسكي فاضطر يحلق له ويدور عليه عند عالم تاني. وبالفعل ألبرت أينشتاين وجد ضالته ولقى إجابة لسؤاله عند عالم الرياضيات الهولندي هنريك لورنتز. هنريك لورنتز قال له بص بقى يا ألبرت، سيبك من مينكويسكي وسيبك من الرسومات البيانية بتاعته والكلام اللي ما بيأكلش عيش ده، أنا هجيب لك الزيتونة بس عايزك تركز معايا. قال له تخيل إن معاك ساعة، الساعة دي ملهاش مكنة بتكتك بيها، دي بتشتغل بالضوء مش بتروس، وفكرة عملها كالآتي: مصدر ضوء بيطلع فوتون يوصل لمراية ويتعكس من عليها ويرجع تاني على حساس، الحساس ده بيحسب تكة ويدي إشارة لمصدر الضوء عشان يطلع فوتون تاني ويعمل بيه تكة جديدة. هنعتبر ان الساعة دي موجودة مع صاحبك اللي راكب صاروخ وبيتحرك بسرعة كبيرة، وانت وهو جيتوا وبصيتوا على الساعة دي وهي بتشتغل. بالنسبة له هو وهو راكب الصاروخ هيبان ان الفوتون بيطلع ويتحرك في خط مستقيم، يخبط في المراية وينعكس في خط مستقيم من جديد. بالنسبة لك انت وانت واقف وثابت وبتتابع حركة الساعة هتشوف ان الفوتون ده بيتحرك في خطوط متعرجة، ولو مش متأكد من الموضوع ده انا هحدد لك مسار الفوتون بخطوط عشان تتأكد منها بنفسك. والكلام ده بيحصل لان الفوتون اول ما انطلق من المصدر كان الصاروخ اتحرك مسافة معينة، فلو الضوء كان بيتحرك في خط مستقيم كان عمره ما هيخبط في المراية ولا الساعة دي هتشتغل من الأساس. لكن عشان تشتغل فعلا لازم يكون الفوتون ده بيتحرك من وجهة نظر الشخص الثابت في مسار متعرج. المسافة اللي بيقطعها الفوتون وهو بيتحرك في مسار متعرج أكبر من المسافة اللي بيقطعها وهو بيتحرك في مسار مستقيم، وبالتالي لازم تكون سرعة الفوتون وهو بيتحرك في مسار متعرج أكبر من سرعته وهو بيتحرك في مسار مستقيم عشان يوصل في نفس الوقت اللي وصل فيه الفوتون للمراية لما كان بيتحرك في مسار مستقيم. والكلام ده رغم ان هو يبان غريب ومكلكع، لكن في الحقيقة الكلام ده مش غريب ولا حاجة، وده الطبيعي والعادي وده المفروض ان هو يحصل، لان صاحبك اللي موجود في الصاروخ بالنسبة له سرعة فوتون الضوء هي سرعة الضوء في الاتجاه الرأسي، لكن وانت ثابت وبتبص على الصاروخ فسرعة فوتون الضوء بالنسبة لك هتبقى محصلة سرعة الضوء في الاتجاه الرأسي وسرعة الصاروخ نفسه في الاتجاه الأفقي، ودي سرعة أكبر من سرعة الضوء لوحده. لحد هنا كل حاجة طبيعية جدا، اللي في الصاروخ شايف ان سرعة الفوتون هي سرعة الضوء، واللي على الأرض وثابت شايف ان سرعة الفوتون هي سرعة الضوء زائد سرعة الصاروخ. يعني الضوء وهو بيتحرك في المسار المتعرج عادي جدا ان سرعته لازم تكون اكبر، لكن المشكلة الحقيقية ظهرت لما كل التجارب اثبتت ان سرعة الضوء ثابتة، سواء بقى انت قستها وانت راكب الصاروخ او قستها وانت موجود على الارض. يعني اخينا اللي بيراقب الساعة وهو موجود على الارض ما ينفعش يشوف ان سرعة الضوء زادت، يعني ما ينفعش يضيف لها سرعة الصاروخ، او بمعنى تاني ان سرعة الضوء في المسار المتعرج ما هياش ازيد من سرعة الضوء في المسار المستقيم، ويبقى كده الزمن ما بيمرش عند الاثنين بنفس الريتم. يعني لازم يكون الزمن بيمر أبطأ في المسار المتعرج عشان الفوتون يوصل في نفس الوقت اللي وصل فيه الفوتون اللي بيتحرك في مسار مستقيم. وعشان نعرف الفرق في الزمن بين الشخصين لازم نعرف الفرق في المسافة بين المسارين. لو لاحظت هتلاقي ان المسارين بيعملوا مع بعض مثلث قائم، ومدام مثلث قائم نقدر نستخدم معاه قاعدة فيثاغورس: مربع طول الوتر بيساوي مربع
مربع طول الضلعين التانيين. السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يعني المسافة بتساوي السرعة في الزمن. وعشان نفرق بين سرعة الضوء وأي سرعة تانية هنرمز لسرعة الضوء بالحرف C مش V، وبالتالي المسافة اللي بيقطعها الضوء من وجهة نظر الشخص الثابت اللي على الأرض بتساوي سرعة الضوء في زمن الشخص الثابت، والمسافة اللي بيقطعها الضوء من وجهة نظر الشخص المتحرك اللي موجود في الصاروخ بتساوي سرعة الضوء في زمن الشخص اللي بيتحرك. والضلع الأخير ده هو المسافة اللي قطعها الصاروخ نفسه اللي هتساوي سرعة الصاروخ في زمن الشخص الثابت اللي موجود على الأرض، لأن هو اللي شايف إن الصاروخ بيتحرك. وزي ما قلنا إن مربع الوتر بيساوي مربع طول الضلعين التانيين، ده هيطلع لك المعادلة الكبيرة المكلكعة اللي بالمنظر ده. وحاول بقى تبسط المعادلة دي على قد ما تقدر، يعني اقسم مثلا على مربع سرعة الضوء وسيب زمن المتحرك لوحده في الطرف اليمين، وبعدين خد زمن الثابت عامل مشترك في طرف المعادلة الشمال، بعد كده تخلي زمن الثابت لوحده عن طريق انك تقسم على باقي الكلاكيع اللي معاه، وارجع خد الجذر التربيعي لطرفين المعادلة. هيطلع لك في النهاية ان زمن الثابت بيساوي زمن المتحرك في الكلاكيع دي. الكلاكيع دي بيسموها جاما، يعني زمن الثابت هيساوي زمن المتحرك مضروب في جاما، يعني جاما دي معامل التصحيح اللي هيعمل لي الفرق ما بين زمن الثابت وزمن المتحرك. والقانون ده بقى هو اللي هدخل فيه سرعة الشخص المتحرك بشكل مباشر، هيطلع لي الفرق في الزمن بين الشخص الثابت والشخص المتحرك، بجانب ان هو هيعرفنا شوية حاجات تانية كمان. لو خدت بالك هتلاقي ان زمن الشخص الثابت هو نفسه زمن الشخص المتحرك، ما بيختلفوش الا اذا اختلفت قيمة جاما عن الواحد، وقيمة جاما دي كلها عبارة عن ثوابت ما بتتغيرش ما عدا السرعة اللي بيتحرك بيها الشخص المتحرك، هي بس اللي بتأثر في قيمة جاما. وكل ما اختلفت السرعة اللي بيتحرك بيها الشخص، كل ما قيمة جاما هتختلف، كل ما هيحصل فرق في الأزمنة. تعال بقى أنا وإنت نضرب شوية أمثلة. لو افترضنا إن في شخص راكب صاروخ والصاروخ ده بيتحرك بنص سرعة الضوء، وعايز أعرف الفرق في الزمن ما بينه وبين الشخص الثابت اللي بيراقبه. بما إن الشخص ده بيتحرك بسرعة بتعادل نص سرعة الضوء، يعني V على C هتساوي نص، وبالتالي مربعها هيساوي ربع. لو عوضت وجبت قيمة جاما هتلاقيها بتساوي 1.15. لو خدت قيمة جاما وعوضت بيها في المعادلة الأساسية واعتبرت ان مثلا مر على الشخص اللي بيتحرك ده ثانية، فالثابت هيمر عليه 1.15، يعني ثانية الشخص المتحرك او اللي راكب الصاروخ بقت طويلة لدرجة انها بقت بتعادل 1.15 من بتوع الشخص الثابت. طيب لو افترضنا ان اخينا اللي راكب الصاروخ ده بقى بيتحرك بسرعة 99% من سرعة الضوء، برضو بنفس الفكرة، هتعوض في المعادلة هتكتشف ان جاما اصبحت قيمتها بتساوي 7. افترض ان مر على الشخص اللي بيتحرك ثانية واحدة، هتكتشف ان الشخص الثابت مر عليه 7 ثواني، يعني الشخص اللي بيتحرك بسرعة 99% من سرعة الضوء الثانية الواحدة عنده بتعادل 7 ثواني عند الشخص الثابت. يعني الراجل اللي راكب الصاروخ ده لو مر عليه سنة واحدة هيمر على الشخص اللي موجود على الارض 7 سنين. وكل ما هتزود في السرعة كل ما الزمن اتمدد ومر أبطأ على الشخص اللي بيتحرك. والمعادلة دي كانت هدية هندريك لورينتز لألبرت أينشتاين، يدوب هتدخل قيمة السرعة هيطلع لك فرق الزمن ما بين الشخص الثابت والشخص اللي بيتحرك. أينشتاين شكره جدا وقال له لحد كده انت عظيم جدا يا عم هندريك، بس في مشكلة صغيرة. مينكوويسكي قال لي ان لو في شخص بيتحرك بسرعة الضوء ساعتها محاوره هتنطبق على بعض ونسيج الزمكان بتاعه كله هينطبق على بعضه، ومش هيبقى في مكان ولا زمان، والزمن نفسه هيتوقف. المعادلة بتاعتك تقدر تتوقع لي الكلام ده ازاي؟ قال له بسيطة جدا، نعوض بسرعة الضوء ونشوف. لو افترضنا ان في شخص بيتحرك بنفس سرعة الضوء، ساعتها V على C هتساوي 1، تربيعها برضه هيساوي 1، هتطرحها من 1 هتلاقي ان القيمة اصبحت بتساوي 0، هتاخد الجذر التربيعي لصفر
برضو هيساوي صفر، والصفر ده موجود في المقام، يعني هتقسم على صفر والقسمة على صفر ليس لها معنى، وبالتالي مفيش حد ابدا سرعته هتقدر انها توصل لسرعة الضوء. واذا كان مفيش حد هيقدر ان هو يوصل بسرعته لنفس سرعة الضوء، يبقى من الطبيعي والمنطقي انك تستنتج ان مفيش اي سرعة برضو هتقدر تتخطاها. اينشتاين يكتفي بهذا القدر بقى ويسكت؟ لا طبعا، ده في نظرية لازم تتعمل، وكتب لازم تتملى، وطلبة لازم تسقط. فكان لازم يسأل هنريك لورنتز السؤال اللي بعد كده ويقول له ليه احنا ما بنحسش بفرق مرور الزمن ده ما بين الشخص الثابت واللي بيتحرك في حياتنا العادية؟ ليه الشخص اللي بيتحرك ما بنشوفش ان الزمن بتاعه بيمر ببطء؟ يعني ليه ما بيفضلش هو شباب واحنا بنعجز؟ هنريك لورنتز قال له يا ابني وانا خلفتك ونسيتك، ما تعوض يا ابني في المعادلة بنفسك. قال له طب معلش خليها عليك انت كمان المرة دي. قال له ماشي يا البرت، انا اشرح وانت تصيب، بس هقول لك برضو الكلام ده ما بنقدرش نحسه في حياتنا العادية، لان سرعة الضوء قيمة ضخمة جدا. اي حاجة بتتحرك في حياتنا العادية بالنسبة لسرعة الضوء تكاد تكون ما بتتحركش، او قيمة السرعة بتاعتها بالنسبة لسرعة الضوء تكاد تساوي صفر. ولو خدت الصفر ده وعوضت بيه في المعادلة عشان تقدر تحسب قيمة جاما، هتلاقي ساعتها ان قيمة جاما هتساوي واحد، ولما جاما تساوي واحد في الحالة دي زمن الشخص الثابت هيساوي زمن الشخص المتحرك، ومش هتقدر تلاحظ الفرق في الأزمنة. وتعالى اضرب لك مثال يوريك قد ايه الفرق في الزمن هيطلع بسيط لو احنا قررنا مثلا ما نستخدمش التقريب. سرعة الضوء بتساوي 300,000 كيلومتر في الثانية. سرعة اقصى عربية موجودة البوجاتي فيرون مثلا بتساوي 400 كيلومتر في الساعة، يعني 1/10 كيلومتر في الثانية. بالتالي لو جيت تحسب V على C هتلاقي انها بتساوي 37/100,000,000 جزء. لو ربعتها هتلاقي انها بتساوي 13/10 تريليون جزء. عوض بيها في المعادلة عشان تقدر تحسب قيمة جاما، هتلاقي ان قيمة جاما طلعت لك 1/7 تريليون جزء. الكلام ده معناه ان لو مر على الشخص اللي راكب العربية البوجاتي ثانية، هيمر على الشخص اللي واقف على الارض وثابت ما بيتحركش 1/7 تريليون جزء من الثانية. قولي بقى هتقدر تحسها او تقيسها ازاي؟ انا عارف انك تهت في الارقام، فانا هبسطها لك. الكلام ده بيعني يا سيدي ان عشان يكون الفرق في الزمن ما بين الاتنين 1 فقط تقدر انك تلاحظها، لازم ان الشخصين يعيشوا 435,000 سنة، بشرط ان في العربية البوجاتي ما ينزلش منها 1 ولا يوقفها، وان الشخص الثابت اللي موجود على الارض ما يتحركش من مكانه. يعني انت محتاج ان الاتنين يعيشوا تقريبا 500,000 سنة عشان تلاحظ ان الشخص الثابت في مكانه كبر 1 فقط عن الشخص اللي بيتحرك. وبالتالي من المستحيل انك تلاحظ النظرية النسبية في حياتك العادية. وهنا يظهر سؤال منطقي اخر، لما احنا ما بنلاحظهاش قدرنا ازاي نتأكد من صحة النظرية النسبية؟ سؤال جميل فعلا، بس احنا اتأكدنا. سنة 1971 عالمين، واحد اسمه جوزيف هافيلا والتاني اسمه ريتشارد كيتن، عملوا تجربة عشان يتأكدوا بيها من تمدد الزمن اللي توقعه ألبرت أينشتاين. طبعا عشان السرعات بتاعتنا قليلة، وبالتالي التمدد الزمني نفسه هيبقى قليل جدا، فكان لازم يستخدموا ساعات دقيقة جدا عشان تقدر تحسب الفروق الزمنية البسيطة دي. وبالفعل لجأوا للساعات الذرية، ودي ساعات دقيقة جدا، مقدار الخطأ فيها بيوصل لثانية واحدة كل 14,000,000,000 سنة. يعني لو في ساعة منهم كانت موجودة وقت ما الكون اتكون من 13.8 مليار سنة، كان هيبقى فاضل عليها 200,000,000 سنة عشان تغلط وتقدم او تأخر 1 فقط. فهي ساعات في منتهى الدقة، وممكن نبقى نتكلم عن طريقة عملها في حلقة منفصلة. الساعات اللي هفيلة وكيتن استخدموها كانت من نوع HB5621A سيزيان بيم، واستخدموا منها 12 ساعة. حطوا 4 منها في طيارة وخلوها تطير في نفس اتجاه دوران الارض، و4 تانيين في طيارة تانية وخلوها تطير في عكس اتجاه دوران الارض، وال4 الباقيين سابوهم زي ما هم موجودين على الارض. الطيارة اللي طارت في نفس اتجاه دوران الارض دي الاسرع، لان سرعتها بتساوي سرعة دوران الارض زائد سرعة الطيارة نفسها،
وبالتالي من المفترض ان اكبر تمدد زمني يحصل عليها، او بمعنى تاني بعد ما الطيارة دي ما تنزل وجيت ابص على الساعات اللي موجودة عليها هلاقي ان الساعات بتاعتها مؤخرة عن باقي الساعات. انما بقى الطيارة اللي طارت في عكس اتجاه دوران الارض هي الابطأ، لان سرعتها بتساوي سرعة دوران الارض ناقص سرعة الطيارة، وبالتالي اقل تمدد زمني هيحصل عليها. ولو جيت ابص على الساعات اللي موجودة عليها هلاقي انها مقدمة عن باقي الساعات. الارض نفسها في الحالة دي سرعتها هتبقى اقل من سرعة الطيارة الاولى واكبر من سرعة الطيارة التانية، وبالتالي الساعات اللي موجودة على الارض لو جيت ابص عليها في نهاية الرحلة هلاقي انها مقدمة عن الساعات اللي موجودة على الطائرة الاولى ومؤخرة عن الساعات اللي موجودة على الطائرة التانية. يعني في النهاية لو جيت اقارن ما بين كل الساعات من المفترض ان الاقي ان الساعات اللي موجودة في الطائرة الاولى مؤخرة عن الساعات اللي موجودة على الارض، والساعات اللي موجودة في الطائرة التانية مقدمة عن الساعات اللي موجودة على الارض. ولو الكلام ده حصل يبقى فعلا النظرية النسبية سليمة. وبالفعل في نهاية التجربة لما جم يقارنوا كل الساعات لقوا ان النتائج كانت متوافقة مع تنبؤات اينشتاين، مش بس كده دي بنفس الارقام اللي طلعتها المعادلات. طيب كده خلاص النظرية النسبية جميلة وزي الفل، بس قولي برضو ايه هي التطبيقات اللي نقدر نستخدمها في حياتنا العادية اذا كانت الفروق الزمنية محتاجة ساعات ذرية عشان تقدر تقيسها، احنا هنستفيد بها ايه؟ للأسف برضو انت مخطئ، وتطبيقات النظرية النسبية كتيرة جدا، وانا مش هكلمك عن رحلات الفضاء ومسرع الجسيمات وحاجات انت ما بتقدرش تتعامل معاها، انا هكلمك عن حاجة انت بتتعامل معاها وبتستخدمها بشكل يومي، وهي موبايلك او جي بي اس او نظام تحديد المواقع الموجود جواه. بس عشان تعرف ازاي النظرية النسبية بتشتغل جواه لازم تعرف في الاول ازاي الجي بي اس بيشتغل اصلا. المكان الحالي اللي انت موجود فيه بيتم تحديده عن طريق 4 اقمار صناعية. القمر الصناعي كل اللي بيعمله بيشوف الساعة عنده كام ويبعتها لك في رسالة، وليكن هو شايف الساعة عنده 12 وثانية، فبيبعت اشارة لموبايلك يقولك الساعة معايا 12 وثانية. موبايلك بقى بيرجع يقارن الوقت ده بالوقت الحالي الموجود فيه، وليكن لقى ان الساعة 12 وثانيتين، معنى كده ان الرسالة خدت ثانية عشان توصلك. وبما ان الاشارة دي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية فهي بتتحرك بسرعة الضوء، يعني سرعتها 300,000 كيلومتر في الثانية. يعني الرسالة اللي وصلتك في خلال ثانية دي جاية من مكان بعيد عنك 300,000 كيلومتر. الجي بي اس بقى بيترجم الموضوع ده انك موجود في اي مكان على محيط دايرة نصف قطرها 300,000 كيلومتر ومركزها القمر ده، وبكده انت لسه برضو ما تعرفش انت مكانك فين تحديدا. في اللحظة دي بيتدخل القمر التاني. القمر التاني بيكرر نفس اللي عمله القمر الاول، بيبعت لك رسالة ويشوف الرسالة دي هتوصلك في وقت قد ايه، وليكن الرسالة دي وصلتك في نص ثانية، معنى كده انت موجود في مكان ما على محيط دايرة نصف قطرها 150,000 كيلومتر ومركزها القمر التاني. طب انت موجود فين بقى تحديدا؟ انت موجود يا سيدي عند نقطة تقاطع الدايرتين. نقطة التقاطع دي هي النقطة اللي بتبعد عن القمر الاول 300,000 كيلومتر وبتبعد عن القمر التاني 150,000 كيلومتر. ولو كان في موجود اكتر من نقطة تقاطع للدايرتين فالجي بي اس بيختار النقطة الاكثر منطقية، بمعنى لو كانت في نقطة موجودة على الارض ونقطة موجودة في الفضاء فالقمر او الجي بي اس بيختار النقطة اللي موجودة على الارض، لان من الطبيعي انك تكون عايش على الارض مش عايش في الفضاء. لكن زيادة في الدقة بيبقى موجود قمر صناعي ثالث بيكرر نفس العملية، ساعتها مكانك بيبقى عبارة عن نقطة تقاطع الـ3 اقمار، وده مش بس بيزود الدقة ده كمان بيحدد مكانك في الـ3 ابعاد. القمر الرابع او الاخير ده بيبقى موجود بس عشان ينسق ما بين شغل الـ3 اقمار التانيين. طيب كل ده جميل ودي فكرة عمل الجي بي اس، فين بقى النظرية النسبية في الكلام ده؟ بص يا سيدي، الأقمار الصناعية دي بتدور حوالين الأرض بسرعات كبيرة، بالتالي الساعات بتاعت القمر الصناعي هتدق برتم مختلف تماما عن الرتم اللي هتدق بيه الساعة اللي موجودة في موبايلك، لان الزمن فيها بيتمدد وبيتباطأ، وبالتالي ساعة القمر الصناعي هتبقى مؤخرة عن ساعتك. والجي بي اس لما يجي يحسب فرق التوقيت ما بين ساعة القمر وبين ساعتك هيلاقي ان الفرق
أكبر من الفرق الفعلي، وهيفهم إن الرسالة أخذت وقت أطول عشان توصلك، يعني هيطلعك موجود بعيد عن القمر مسافة أكبر من المسافة الفعلية، وبالتالي مش هيقدر يحدد موقعك. وزي ما اتفقنا إن مجرد الخطأ في ثانية واحدة هيديك خطأ في المسافة مقداره 300,000 كيلومتر، يعني مش هيجيب إنك موجود على الأرض أصلا، ده هيجيبك موجود على القمر. ولو اعتبرنا إن زمن ثانية واحدة ده زمن كبير قوي على النظرية النسبية، فيكفي إن أقولك إن الخطأ في نانو ثانية أو جزء من مليار جزء من الثانية هيديك خطأ في المسافة مقداره 30 سنتي، يعني في خلال ساعة واحدة الجي بي اس هيطلعك انك موجود بره دولتك تماما. عشان كده كان لازم معادلات النظرية النسبية انها تتدخل عشان تقدر تزامن ما بين الساعتين والجي بي اس يقدر يحدد مكانك في منتهى الدقة. ودي كانت حدوتة النسبية الخاصة. فاضل معانا حدوتة النسبية العامة، الجاذبية، الثقوب السوداء، البيضة، الثقوب الدودية الى اخره. لكن لو حابين اعمل حلقة الاول اجاوب فيها على اسئلتكم في النسبية الخاصة، ياريت تعرفوني في الكومنتات وتسيبوا اسئلتكم بالتفصيل. بس الاهم تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة، تفعلوا اشارة الجرس، وتستنوا الحلقات الجديدة. سلام.